قام الثورة 25 من يناير ووقف المصريون صفا واحدا ضد الظلم والفساد، وضحوا جميعا من أجل استرداد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. تحرك الشعب ليقول للظلم لا. وفي تلك اللحظات العصيبة من تاريخ مصر، وقف الشعب المصري وقال كلمته ومنح ثقته للدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياض. ومنذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية البلاد قرر أنه رئيس لكل المصريين على حد سواء، وأنه لا مجال لتصفية الحسابات، وأن مصلحة الوطن تعلو فوق كل الغايات الشخصية، فمد يده للجميع. أريد أن أكون معكم وأريد أن أكون خادما لوطني كما خرجت منه من طيني، أعود إليه لألقى ربي ولم أغير أو أبدل شيئا. بدأ الرئيس يمارس عمله في ظروف شديدة التعقيد، فاتخذ قراره التاريخي الحاسم في 18 من أغسطس بإعادة الجيش ليطلع بمسؤوليته التاريخية في حماية حدود وأمن مصر. ما أشبه اليوم بالبارحة، وكأننا نستعيد بالذاكرة أيام أكتوبر 73 رمضان. بدأ رئيس الجمهورية بعقد اللقاءات وإصدار القرارات، وشكل فريقا رئاسيا يضم 4 مساعدين، فضلا عن هيئة استشارية تضم 17 خبيرا من مختلف التخصصات ومن مختلف التيارات الليبرالية والإسلامية واليسارية، بالإضافة إلى تعيين نائب مستقل للرئيس وحكومة تكنوقراط ورئيس وزراء لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية، ليشارك الجميع في صنع القرار وإنهاء عصر حكم الفرد وابتداء عصر المؤسسات. وبدأ عهد جديد من العمل الوطني من أجل مصر. أصدر قراراً بعلاج مصابي الثورة في المركز الطبي العالمي، كما قرر سفر عدد منهم إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة. تم الإفراج عن جميع المعتقلين في محاكمات عسكرية، كما شارك في الاحتفال بعيد الفلاح وأقر فيه حزمة من التيسيرات والحوافز التي تضمنت إسقاط الديون عن كثير من المتعثرين. أصدر قراراً بإنشاء ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين. أصدر قراراً بتطهير أرض سيناء من البؤر الإجرامية، تمهيداً لنهضة شاملة على أرض الفيروز. كما التقى بالفنانين والمبدعين والمفكرين ليؤكد لهم أهمية دورهم في بناء نهضة الوطن. هاكم الميدان، انتشروا وافعلوا، حطوا مصلحة مصر نصب عيونكم ولا تضيعوا هذه الفرصة. و
وفي إطار ملف استرداد الأموال المهربة خارج مصر، التقى الرئيس مع وزير الخارجية البريطاني وناقشا معاً عقبات استعادة أموال مصر المهربة، كما التقى وزير الخارجية الأسباني الذي أكد تعاون إسبانيا الكامل مع مصر في سبيل استعادة حقوقها. بدأ الرئيس محمد مرسي برسم ملامح جديدة للسياسة المصرية الدولية والإفريقية بهدف عودة الاتصال بالدول الإفريقية بعد غياب دام أكثر من 15 عاماً، لأن تكثيف الترابط العربي مع إفريقيا في مختلف المجالات يعد خير ضمان لحماية المصالح العربية في هذا العمق الاستراتيجي الآن. قام الرئيس بعدد هام من الزيارات المتبادلة بهدف توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن، منها رحلته للصين حيث تم الاتفاق على زيادة الدعم الاقتصادي من الصين لمصر بلا شروط سياسية. قام رجال الأعمال في مصر والصين بتوقيع 7 اتفاقيات مبدئية، وقام بزيارته لدول الاتحاد الأوروبي، ثم جاءت زيارته لبلجيكا وإيطاليا وتوقيعه على 9 اتفاقات للتعاون تبلغ قيمتها 1 مليار يورو، ولقاؤه مع 80 من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية، ولقاؤه مع الرئيس السوداني عمر البشير لبحث التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مجال الأمن الغذائي وزراعة 2 مليون فدان قمح تسمح لمصر بالاكتفاء الذاتي من القمح خلال 2 سنين فقط. ثم في دولة تركيا حيث تم الاتفاق مع المسؤولين الأتراك على الشروع في تأسيس شراكات اقتصادية كبيرة وفاعلة بين البلدين وإنشاء منطقة للتجارة الحرة. كانت هذه هي البداية، وما زال أمامنا الكثير حتى يتحقق الأمل في بناء مصر الجديدة. مصر الدولة الرائدة القائدة الملهمة كما كانت على مر التاريخ.